لكن انتظرونا في الفترة القادمة القريبة من خلال أيضا مهرجان العالمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن إحنا هنطلق 100 يوم صحة للعام الثاني على التوالي. ومن خلال 100 يوم صحة إحنا الحقيقة قدرنا نصل إلى أكثر من 35 مليون مواطن في العام الأول، وإن شاء الله يطلق في خلال الأيام القليلة القادمة من مهرجان العالمين، حتى تبدأ القوافل وتبدأ الخدمات الخاصة ب 100 يوم صحة في كل محافظات مصر. كمان انتظرونا وإحنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله لإعلان الاستراتيجية الخاصة بالتنمية البشرية ودعم رأس المال البشري من خلال تكليف سيادة الرئيس لوضع خطة كاملة على مستوى كل الوزارات المعنية ببناء الإنسان والدعم الخاص بالتنمية البشرية. مرة تانية بشكر مجلس إدارة والسيد العضو المنتدب أستاذ عمرو الفقي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا مديرة التخطيط ومديرين التنفيذيين على تنظيم هذا العمل المتميز المتنوع الذي يتناسب مع كافة الاحتياجات وكافة التوقعات فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية الاستثمارية والتنمية الثقافية والتنمية الصحية، أيضا بالإضافة إلى التنمية السياحية. وضع الهيئة الحقيقة والشركة المتحدة لهذا المكان على الخريطة العالمية والخريطة السياحية العالمية من خلال حضراتكم والتغطية الإعلامية المتميزة بينمي في هذه المجتمعات الجديدة اللي الدولة تبنتها في أكثر من 19 و20 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، والغرض منها هو تنمية والخروج برا الوادي الضيق وتنمية اقتصادية وعمرانية وصناعية في كافة أرجاء الجمهورية. أشكر كل القائمين على هذا العمل، وانتظرونا إن شاء الله الأسابيع القليلة القادمة في كثير من الإنجازات وأيضا كثير من الفعاليات في خلال مهرجان العالمين ونسخته الثانية. أشكركم شكرا جزيلا.